مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية الصف الثاني متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 6 لسن 3، اليونت السادس الدرس الثالث. عنوان الدرس A Day in the Life of a Firefighter، يوم في حياة رجل الإطفاء. بالبداية نعطيني صور لحدث سابق، يعني حدث صار بالمدينة. شو يقول لي؟ يقول لي A firefighter مازن talked about a day in his life. رجل إطفاء اسمه مازن تحدث عن يومه أو يوم في حياته. He began like this. بدأ بالطريقة التالية. إيش قال؟ قال When I arrived at the fire station. عندما وصلت لمحطة الإطفاء. Yesterday morning. صباح يوم أمس. بدأ هنا ينطينا الفكرة إنه شون يقضي يومه. شنو الأعمال اللي يقوم بيها كرجل إطفاء. شي يقول لي؟ يقول لي Use the pictures. استخدم الصور. To tell the rest of the story. لكي تخبر باقي القصة. منطيني صور تمثل أحداث معينة. يطلب من عندي أنه أنا كطالب، الأستاذ راح يختار طلاب، يقف قدام الطلاب ويحاول من خلال الصور يروي هذه القصة الخاصة باليوم مع رجل الإطفائي. فمثلا بالصورة الأولى يقول I checked my equipment. بداية اليوم مالته. أنا أتفقد أو تفقدت معداتي. The supermarket is on fire. واحد خابر ساعة بالعشرة قال له The supermarket is on fire. المحل أو السوبرماركت مشتعل. Come quickly. تعالوا بسرعة. ساعة بالعشرة وخمسة. People are trapped inside. هاي الكلمة جدا مهمة. حاولوا تنشرون تنشروها وياي وتحفظوها. Trapped معناها عالقين. الناس عالقين. People are trapped. الناس عالقين inside. داخل. بداخل السوبرماركت. ده يقول له ترى السوبرماركت مشتعل أو حكوا حريق بالسوبر ماركت والناس بداخله عالقين ما يقدرون يطلعون. وراها يقول لي we pointed our hoses. hoses معناها الخرطوم اللي يتم عن طريقه قذف المياه باتجاه النيران. فالهوز هاي كذلك من مهمه حاول تحفظها. we pointed our hoses. قمنا بتأشير او توجيه خراطيم المياه على شنو؟ at the building. على البنايه المشتعله. الساعه 10:25 we want to We went into the building. دخلنا باتجاه هذه البناية. We saved all the people. وأنقذنا جميع الناس العالقين بهذه البناية. وراها ساعة 14 يعني ساعة 2 الظهر. Accident on Ring Road. خبرهم واحد ثاني. قال له أكو accident حادث على Ring Road. Ring Road إنه الطريق الحلقي أو إحنا نسميها الفلكة. On fire. هذه السيارة مشتعلة. upside down وهذه السيارة upside down يعني مقلوبة رأسا على عقب. السبب من خلال هذه الصور الطالب يتخيل القصة أو اليوم اللي يمر به رجل الإطفاء. فمثلا إحنا هو مطيك رؤوس نقاط، أنت لازم تخبر القصة بتفاصيلها. يعني مثلا the firefighter said I checked my equipment. قال لرجل الإطفاء أنني تفقدت معداتي. then I went to the fire station. ثم ذهبت إلى محطة الإطفاء. Then someone called. ثم شخص ما اتصل. And said وقال The supermarket is on fire. بأن الأسواق أو هذا السوبرماركت مشتعل. Come quickly. تعالوا بسرعة. We went. على سبيل المثال الطالب يبدي يخبر القصة. We went to the supermarket. ذهبنا إلى السوبرماركت. And the people are trapped inside. وكان الناس عالقين بالداخل إلى آخره. يعني يستخدم رؤوس النقاط اللي منطنياها بالصور على مود يخبر قصة هذا رجل الإطفاء أو اليوم اللي يمر به رجل الإطفاء. هذا مجرد نشاط صدفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين رقم واحد. شو يقول لي؟ يقول لي This is the story of Mazen's day. هذه هي قصة مازن. But the sentences are in wrong order. لكن الجمل بترتيب خاطئ. Put them in the correct order. ضعها بترتيب صحيح. يعني نفس الفكرة، الطالب البداية يتخيل أنه هو دي يروي القصة أو اليوم اللي يمر به هذا الرجل الإطفاء مازن. أما هنا منطيك القصة اللي راح تلقيها، لكن المشكلة شنو؟ الجمل مالتها مخربطة، فأنت لازم ترتبها يلا أنه بتقدر ترويها للطلاب. فأنا يعني حال لكم القصة أو حال لكم الترتيب مالتها، مجرد نقرأها على مود الطالب يكون عنده معلومة إذا أراد يشارك بداخل الصف شلون يروي قصة هذا رجل الأطفال أو اليوم اللي يمر به رجل الأطفال. فشوف هنا رقم واحد، يعني هذه الجملة الأولى. We were told that there was a fire in the supermarket.
أخبرنا تم إخبارنا بأن هنالك فاير، هنالك حريق in the supermarket في الأسواق in the middle of a town في مركز المدينة. الجملة الثانية شو تقول؟ شوف أنا راح أشرحها قبل نرجع لها. We drove through the streets. قدنا أو أخذنا السيارات باتجاه هذه الشوارع as fast as possible بأقصى سرعتنا. وين النقطة الثالثة والجملة الثالثة؟ When we got there عندما وصلنا إلى هناك the fire was burning strongly. كانت النيران تشتعل بقوة. وراها النقطة الرابعة the heat was terrible. الحرارة كانت terrible فظيعة and some people were trapped inside وبعض الناس كانوا عالقين بالداخل بداخل هذا الأسواق. We had to get them out quickly. كان علينا أن نخرجهم بسرعة. النقطة الخامسة We got out our hoses. قمنا بإخراج الخراطيم خراطيم المياه and pointed them on other building ووجهناها باتجاه البناية. النقطة الخامسة خلصناها. السادسة يقول 20 minutes later وبعد مرور 20 دقيقة the fire was out. تم إطفاء النيران and we were able to go into the building. وكنا قادرين على أن ندخل إلى البناية بعد ما أطفأوا النيران داخلها. النقطة السابعة we saved all the people. أنقذنا جميع الناس but some had to go to hospital. لكن بعضهم بعض هؤلاء الناس اللي أنقذناهم كان عليهم أن يذهبوا إلى المستشفى لأن عندهم حروق كبيرة. النقطة الثامنة at 2 o'clock في الساعة الثانية we were called to an accident on the ring road. تم الاتصال بنا على حادث في الفلكة أو قلنا الطريق الحلقي. النقطة التاسعة والجملة التاسعة the police helped us get there. الشرطة ساعدتنا على أن نصل إلى هناك very fast بسرعة كبيرة جدا. طبعا إذا أكو حريق كبير جدا الشرطة تطلع ويا رجال الإطفاء على مود تفسح لهم المجال على مود يوصلون للحريق بسرعة. النقطة التاسعة النقطة العاشرة اللي بعدها one car was on fire. انتبه لنا أنا أحد السيارتين وأكو حادث. واحدة من ذن السيارتين اللي بالحادث كانت مشتعلة and the other أو and another was upside down. هاي كلمة جدا مهمة راح تفيدنا بعد قليل. والأخرى السيارة الأخرى كانت مقلوبة رأسا على عقب on the road على الشارع. نقطة 11 fortunately لحسن الحظ the driver of the burning car was standing by the side of the road. Fortunately لحسن الحظ إنه هذا الدرايفر السائق of the burning car السائق مال السيارة المحترقة was standing by the side of the road كان واقفا على إحدى جانبي الطريق. نقطة 12 however على أي حال the driver of the other car was trapped. لكن المشكلة إنه هذا السائق مال السيارة المطلوبة رأسا على عقب شبيه كان عالقا. قلنا trapped معناها عالق بداخل هذه السيارة. نقطة 13 we put the fire out أطفأنا النيران quickly بسرعة and got the second driver out وأخرجنا السائق الآخر. إن النقطة 14 والأخيرة he was badly injured كان مصاب بشكل كبير جدا. At the end of the day وفي نهاية اليوم I was tired and upset كنت تعبان. tired معناها تعبان هاي كلمة جدا مهمة and upset ومحبط. ليش؟ about the accident محبط عن هذا الحادث اللي صار. But it is all in day's work لكنه يوم عادي في حياة العمل for the firefighter في حياة العمل الخاصة برجل الإطفاء. We do our best حيث نحن نقوم بما يمكننا القيام به يعني نحن نبذل قصارى جهدنا لما يصير حادث. أنا صحيح كنت تعبان لكن بالأخير أنا قمت بعمل جيد لأن أنقذت أو قمت بإنقاذ الناس. كذلك هذا النشاط تم نشاط صفي غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي مجرد لا يريد يخليني أروي القصة لكن هالمرة منطيني جمل القصة مخربطات ويطلب من عندي أني رتبهم. طبعا أستاذ أنت شلون عرفت أن هذا يكون الترتيب الصحيح للقصة؟ هو تمرين رقم 2 يقول لي listen and check your answers تقدرون تتأكدون من الحل مالتكم موجود الحل نهاية كتاب الطالب المقطع الصوتي رقم 45 راح تشوفون نهاية كتاب الطالب اكو مقاطع صوتية المقطع الصوتي رقم 45 راح تشوفون مرتبين مثل الترتيب اللي احنا رتبناه. التمرين رقم 3 تك ضع صح the correct meaning ضع صح على الإجابة الصحيحة.
لحد الآن إحنا ما أخذنا في شيء مهم من الممكن يجي في الامتحان التحريري. كل الأنشطة اللي أخذناها أنشطة شفوية يسألها الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي، غير مهم الامتحان التحريري والامتحان الشفوي. لكن تمرين رقم 3 تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. شلون يجيني؟ هسه أقول لك شلون يجيك في الامتحان. بالبداية إيش يقول؟ يقول لي أنا منطيك كلمة مثلا كلمة equipment، شنو معنى equipment؟ معناها معدات. ومنطيك تعريف مختصر لهذه الكلمة، أريدك تنطيني التعريف المناسب لها. يعني مثلا equipment معناها معدات، شنو معناها؟ معناها things needed for a job، معناها أشياء تحتاجها لوظيفة. نعم وظيفة المعدات اللي يحتاجها مثلا الإطفاء، الخرطوم أو خرطوم المياه، سيارة الإطفاء، هذا شو نسميهن؟ لأن نسميه المعدات. إذن هي الأشياء التي يحتاجها رجل الإطفاء أو الرئيس أي موظف في عمله. خلينا نجي نشوف الاختيارات الثانية. جزء اختيار آخر مناسب أكثر، where firefighters work، حيث يعمل الإطفائي، غير مناسبة. كلمة معدات هي مو مكان، clothes ملابس هي ملابس، كذلك غير مناسبة، لأن المعدات ما تشتمل فقط على الملابس، وإنما تشتمل على الخوذة، الخرطوم، الملابس إلى آخره، كل شيء يستخدمه هذا الموظف. النقطة الثانية trapped، شنو معنى trapped؟ معناها عالق أو عالقين، يعني محصور بداخل مكان أو داخل سيارة أو داخل مكان معين. معناها very hot، غير مناسبة. معناها very frightened، جدا مرعوب، كذلك غير مناسبة. معناها not able to get out، غير قادر على الخروج. نعم هذا أكثر خيار مناسب. شنو يعني عالق؟ شنو يعني محصور؟ يعني غير قادر على الخروج. النقطة الثالثة قلنا upside down، شنو معناها؟ معناها رأسا على عقب، يعني مقلوب، هيك مقلوب بالعكس، رأسا على عقب. معناها burning، مشتعل، غير مناسب. the wrong way up، معناها مقلوب. نعم هذا أكثر خيار مناسب. old، قديم، غير مناسب. إذا أكثر خيار مناسب هو the wrong way up. terrible، شنو معنى terrible؟ معناها فظيع أو مريع. very good، جيد جدا، غير مناسب. very bad، سيء جدا. نعم هذا أكثر خيار مناسب. okay، غير مناسب. فظيع معناها جدا سيء. النقطة الرابعة injured، injured معناها مصاب، شخص ما مصاب نسميه injured. معناها hurt، متأذي. نعم هذا أكثر خيار مناسب. hurt معناها متأذي أو مصاب. not hurt، غير مصاب، غير متأذي، غير مناسبة. unconscious، فاقد للوعي، غير مناسبة. put the fire out، شنو معنى put out؟ قلنا معناها يطفئ. يطفئ، شو يطفئ؟ الفاير، يطفئ النيران. شنو المعنى المناسب لها؟ start a fire، ان تشعل نيران، غير مناسبه. stop the fire، توقف النيران. نعم هذا اكثر خيار مناسب. move the fire، تحرك النيران، كذلك غير مناسب. اذا انا منطيني مجموعه من الكلمات، وكل كلمه منطيني ثلاث اختيارات، يا هو اكثر خيار مناسب لهذه الكلمه اللي انا منطيك اياها، انت تحاول يعني تلقى المرادف لها. هسه طلاب، انت قلت استاذ، قلت ان هذا التمرين مهم جدا، شلون يجينا؟ أما يجينا مثل ما هو على شكل اختيارات، مثل ما هو يجيب لي يجيب لي كلمة ويقول لك أريدك تطيل المرادف مالتها، أو يجيب لي انتبه هنا أنا على شكل إملاء. ما فهمت أستاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال أقول لك، أعطيك مثال، مثلا يقول لي the wrong way out فاصلة، the wrong way out فاصلة شنو؟ upside down. upside down ايش سوى؟ انطاني مرادف، قال لك زين. very bad، very bad شنو المرادف مالتها؟ تقدر تكتب لي اياه؟ نعم very bad، هذه very bad. شنو المرادف مالتها؟ terrible. شنو terrible؟ قضية. اكتب له بالامتحان terrible. استاذ يعني المطلوب من عندي اني احفظ املاء الكلمات؟ نعم، هذني الكلمات اللي منطيناها من البداية، الـ equipment، الـ trapped، الـ upside down، الـ terrible، الـ injured، الـ put the fire out، هذني كلمات يجب حفظهن إملاء، لأن من الممكن الأستاذ يجيب لك إياهن بسؤال الإملاء، ما يجيب لك إياهن اختيارات، يجيب لك إياهن بسؤال الإملاء، أو من الممكن يجيب لك إياهن على شكل اختيارات إذا كان السؤال مالته أو يراد يساعدكم بالامتحان التحريري. ننتقل إلى تمرين رقم 4، يقول لي answer the questions، أجب على الأسئلة، وراه يقول لي now you compare your answers with your partner، ثم قارن إجاباتك بإجابات زميلك. شو منطيني على سبيل المثال؟ يقول Do you know anyone who is a firefighter؟ هل تعرف أي شخص إطفائي، رجل إطفائي يشتغل بالإطفاء؟ Do you like their job؟ هل تحب عملهم؟ مثلا قلت له Yes، أنا أعرف واحد أو صديق واحد
يشتغل كرجل اطفال. زين، سألني سؤال ثاني، هل تحب عمله؟ اقول له نو. مثلا على سبيل المثال انا ما احب عمل رجل الاطفال لانه مثلا عمل خطير. فانت تجاوب على هاي الاسئله حسب وجهه نظرك انت، يعني ماكو جواب محدد المفروض يلتزم به طالب. كل طالب يجاوب على السؤال هذا بالطريقه اللي تعجبه. What do you think؟ شوف انا اقول لك ماذا تعتقد؟ Is the best thing؟ ماذا تعتقد هو افضل شيء about being firefighter؟ ماذا تعتقد افضل شيء ان تكون رجل اطفائي؟ شنو هو السبب اللي خلى رجل الاطفاء يختار هاي المهنه؟ شنو المميز بهاي المهنه؟ على سبيل المثال اقول saving people. مثلا على سبيل المثال اني اريد اصير رجل اطفاء، ليش؟ لان كون رجل الاطفاء قادر على انقاذ الناس، هذا شيء ايجابي برجل الاطفاء. What is the worst thing؟ ما هو اسوأ شيء about being a firefighter؟ ما هو اسوأ شيء ان تكون رجل اطفاء؟ مثلا اقول له it's is dangerous، انها وظيفه شنو dangerous، خطيره، من الممكن في يوم من الايام يتاذى هذا الرجل الاطفاء. Think of two adjectives، فكر في صفتين that describe the job of a firefighter. انطيني صفتين توصف لي بيها وظيفه رجل الاطفاء. على سبيل المثال اقول له اولا dangerous، خطيره، هذه صفه وظيفه رجل الاطفاء انها خطيره. بعد hard، شنو hard؟ صعبة. أنا أظن أو بنظرتي إنه وظيفة رجل الإطفاء صعبة، فهذين الصفتين هي اللي أوصف بها رجل الإطفاء أو وظيفة رجل الإطفاء. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظ إن درس بسيط جدا، أخذنا به قصة أو صور يطلب من الطالب إنه يتخيل هاي الصور شلون يكون بها يوم رجل الإطفاء. وراها أخذنا القصة اللي ممكن يرويها الطالب لزملائه، بس نسويها على شكل مبعثر، رتبناها، قلنا انه هذا انشطه صفيه غير امتحان التحرير او الامتحان الشفوي. وراها اخذنا تمرين جدا مهم اللي بيعطيني به كلمات ومنطيني اختيارها، الكلمه اللي تعطي نفس معنى الكلمه اللي منطيك اياها، من الممكن تجيك على شكل املاء، من الممكن تجيك على شكل اختيارات، يجب حفظ املاء ومعانيها. وباقي الانشطه انشطه صفيه غير مهم الامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تواصلون على حسابات الموجوده اسفل الفيديو في الوصف.